الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكلا بقول ستتني يكوباد كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين كسو جري وحينود من باب كي فضل إليه ذه مقالة المدينة النبي عليه الصلاة والسلام دعاء وقد دعي مقالة من بالبركة خاص أها وحينود من حديث سعد مقاس الزهري رضي الله تعالى عنه. حدثنا ابن عمر العدني قال حدثنا مروان بن عوية الفزاري حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري أخبرني عامر بن سعد بن وقاص الزهري عن أبيه سعد بن وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحوش، ثم ذكر وحوش مروان وننك كوري متابعيني مثل حديث ابن نمير بوشيغي عبد الله بن نمير حديث كيسو قلو الشيغي، وزاد في الحديث حديثك وحوش كوري وذات كان ضمبين مروان بن معاوية المتابعة، ولا يريد مضون أحد آدم أما أحد قفنا أهل المدينة الرئيم مدينة بصوين حمان لمضون أحد قذب إلا أجر أحد رئيم مدينة لدم عيون لما أحد قذب يأذب ضره أذابه الله الله دلالية في النار نارته كل دلالية ذوب الرصاص سيدا مارت الله دلالية كلي الرصاص مارت أما نحاس توحات رادان وهي أما قلنك بالك المعدن كأدهدان وكلي إلهي سبحانه وتعالى شيء كستو قفك سو أود بدنيا هو أذقيا هاي سيدا برت أما معذن كأمن حاسيا مارت طبك مكر الله سارا يقول لا شو بإلهي سبحانه وتعالى وقول لا لي قفك أسقى إرهم دنك واحد قد بي نارتا، ولا يريد أحد من آدم مضون أهل المدينة إرهم مدينة لمضون بسوء حمان إلا هذه هو شعر دعدو أذابه الله الله لا لي كعذاب في النار ذوبا كذوب الرصاص سيدا معدن كلور على ليو كلا أو مزاد ذوبا كذوب الملح في الماء سيدا ملح دام عصبته بيها أقوم ملا نطوك كلا أي النار تي عذاب كله أقوم ملا إذا تاسمرك حيث سيسا خطرت أي ليه ده هاي الرئيم مديني مسلمين تمدين الدقان سيقوني أهانيات إن حد قد كل واحد قد باي أي كدر أنت يكبأ أنت هاي حد قد كمسلمين تلوغ إسلاميلها كلا جوغا أيضا تاسين أصل ببنان قف مسلم إلا الظلم لوحد قد بها دنا ولا سيك لدني هاي كوائرتك لواوين نراها كلا سبحان الله يستا معناها سو النبي صلى الله عليه وسلم صدرت في التاريخ قف ريم مدينة كوحد قد بي أم هدي الله مشيقين قال يا إسلام بق وحلوق يا هوي مدها دو دق دق ليو كي صور عوي ربنا أمينين والبا كوحد قد بري مدينة و أيضي يزيد بن عوية أيضي مصرف بن عقبة أيضي مروان با أيضي ننكي أعمل سعيد الأشدق با إذا نين والبوا إذا إسكا إلى اليمر كهوشا إذا هدد إذا حلك إذا أما حالك إذا اللي دين ديبو أما آتك تام برهيم مدينة سجونة إسكا قرد أورا. وحدثنا إسلام وهيم وعبد بن حميد كون رئيس عودنا سيدان بيو إيدي دوران إذا جوغا كوي أشرف مكي هذا كور جوغو 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 مشركين تانا وي إذن نين والبا ورهيم مدينة كوحد قدبة وشريعة وحكا كردانا كولاكا مما هديو الدنيا أخرب. وحدثنا اسام ابراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي عبد الله بن عمرو العقدي قال عبد وحيد عبد بن حميد اخبرنا عبد الملك بن عمرو بويله عن العقدي اسوق مؤرن حدثنا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن سوار القرشي عن اسماعيل بن محمد بن سعد وقاز الزهري عن عامر بن سعد وأذركي عامر بن سعد يا محمد بن سعد بولا لا ان سعدا بن وقاز الزهري رضي الله تعالى عنه ركب وحوقد فولي الى قصره قصر يسير دارتي سي بالعقيق كويا لي عقيق ميلان كديرين مدينة وده الحليفة اكتدا وهي ايش اسواقي دنبدا قيسان وقاس كونا دنتي كدما لقصوا حنباري او مدينة الله كانوا اللي قلتوا كذا وده اكتين هل كاسو مركو اوبحي ومدينة دولات كذا فوجد وحوها ليسان وقاس زوج قايد كيسا سارانو اوسي سعود قصر يسي عقيق وكويا لي عبدا اضوم بهلايو يقطع قوينيا شجرا قيد قوينيا او امسا يخبطه قراعي ألخو قراعي أبقي عليني وحن نعاسا كدادني فسلبه مركز فرطي من قاسك أبو وحو قبي كسيبتي سلب قوام حي واتقان هذا سلب كسو مقرن إذا قال هذا وحي فرك يلقيه لجر فربا اللي إلى هذا وحو وطيب كفرطي سعوي لأذوق مركة من تطع اللوريب وعورو قاس ترطية ما يهوز قنت قال اللوريب ما يأسو قاوان بالسيدين باع علماء ويليهين حديث كمركة أي كان نقاشيا في قيس فلما رجع سعد مركو صون نقضي وقصو نقضي مدينه جاءه وحاويمد أهل العبد أضون كدت كلهابا أويمد أضون كنمان كلهابا أويمد أنصاريت فكلموه سعد بالله اللين
أن يرد على غلامهم أضون كذا إنه أسوء عليه أو عليهم أما على أهل العبد كسوء عليه دش هذا ما أخذ وحوك قاد من غلامي أضون كذا وحوك قاد نسوء عليه بيني فرقي أتكفر طي الأرك وحوك قبي لبسك يهبك قوة تتكرق طي سعد ونصي فقال سعد حول معاذ الله الله تاكه فنبول طائنا يدعو الله وحلا قلنا الزهاوة يباء أما الله كم بغن قلي لبضو والو فسيرة معاذ الله الله كم بغن قلك أن أرد إنا الله كم بغن قلو أن أرد إنا نقون علي شيء شيء نفلنيه رسول الله رسولك لا إسيي النفل هو الزيادة نبي محمد بعد ديرات إيسي وحولوا بابا غنيما نبقوا يحكمه هون نبقوا يحكمه نبقوا إسيي ميان يتكو علنها يا معاذ الله الله أنه كم بغن قلو الله ما كان وقاهاي أن أرد إنا نقون عليه شيئا شيء نفلنيه رسول الله رسولك لا يسينا كعشو تامر عيسول وأبا ونا ديدي أن يرد عليهم إنو درك أسعري وأضنك كفرتي وإذا أبو داود أن يكون مري طيب وحياه من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه نينك جيد يلا نسوه قوين يلا أركو نرت من ذنك تعالى قرية نينك قفك قبتا وحوليه وحو لبسناء فرأي وليه روايه كلو اسل حديثكو حاكوتيميد من اخذ احدا يسيد فيه فليسلبه ثيابه نينك اركا مدينه حرم كيدا انت حرم كيدا والله 12 ميل 12 ميل افرت جهه اوي 12 ميل حي ودغانتا 16 كيلومتر قياس تقريبا 16 كيلومتر دين كبنين ب 20 بكو دوانيس طيب وافرت جهه اوي انت نينكي كو اوغارسدا اما ديرتيدا جرا ninka ku soo baxaba wuxuu sameynaya ninkaas la qaban adoon ha ahaado caruur ha noqdo nin weyn ha noqdo caalami ciroola waa la qabanayo waxa sitaan baa laga furanaya waa uquubo markii abbar la murmeen oo muranka deyn waay rawada muslim way ka tagtay rawada abu daud baan ku soo maray ee wuxuu yiri anigu hadda hanti jacayl iga ma ahee baahina ima hayso laakiin baashan waa atiyo nabigu isiiyay حديث كاس النبي كم مغلي إذين نعيل مايو لو ما بدون دورته إن أتكلم قا قطع يعني كان وحنا كفر طي إن إذين مقدبهم وانقيمي سيدنسي وحنا كفر طي مقولنا بقدر واق وإذين زينية لكن دار إن إذين سعليه هي فرق النبي وسيا إن إذين سعلي ما دعي سوي لكن قيمه وإذين سين كره هذا دور قديم وإذا قيمة إستا سداسوكين ولكن إن شئتم دفعت إليكم الثمنة هذا دونتان العقد يصير قيمي سبان إنسان لكن درك سوء علم هاي النبي محمد بن نادري وغنيمه كو غنيمه ده قال لك فرن شري مركو النبي يقول نولا يتم يشبه هذا بالمنا دي بهاي وهاول هذا مركا حديث مركا بابك كنت مدوي بدين حديث كان مركا مالكي وحيد يعني قاضي عياد وحقو رقم مجرو إلا الشافعي في قوله القديم نو حلو والمختار من حيث الدليل صحابه بعد الصحابه وحول وحقات ائمه الامصار مجر من عبد البر بايري ما وحيد قاضي عياد مالكيو يا حنفي ويكليتان نسك مركي اركان ان ائمدود اي غرم مرين اما علماء دنب اي غرم مرين نسك اني هنقول كو قبطان ترار جليان وي كو بدنتاي او دهان علماء الامصار با كتغي فقاد ميسن كو دقمن ايغو اوغ انو يا مذهب الصحابه قاضي عياد وحوليه هي رأي كان صحابة قبتو كدقنت لكن بعد الصحابة إمام قاتم مجرو أو كدقمي وان كان شافعي في قوله القديم أقواش قديمة للرجحوي على الجديد لقد رجعوا قول كان كمدي هاي وننك مدينة كحد قدبة وقيده دي درت دي وقاعد هذا اللقو قبتو أصغو جزاء السيد ماله سيد ما كوك هلي محوليه أبال قد كتوام حي وإن لفرطوع لقعان مريو ولا قعن برنية قولك قديم كان نسك وافق سن وانا قول الصحابة بلا مخالف وركن ذنبه وذا دواء الشيخي يعني متأخرين وركن اسكد حق اسكد ترسون نو الشيخي با سيد عيين على خلاف تفصيل كمذهب خلاف باكتشر حدثنا يحيى بن أيوب المقابري وقطيبة بن سعيد وابن حجن علي جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب صوغ وحولي في رواياته حدثنا إسماعيل بن جعفر بن كثير الزرقي محمد ولالكي أخبرنا عمرو بن عمرو مولى المطلب ابن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رسول كلاب حكوي لأبي طلحة الأنساري كويلي التمس لي إيدان دون إيرادي غلاما ولا ليرأوا من غلمانكم كريدنا كمدأة
يخدمني أدقي أنت أنكم مغنى الدجالك خيبر ما يكون نبي خيبر أب حايي يا أبو طلحة ويروح حلو ويروح إيه أدقي أنت هل جنكم مغنى يعاوية وأنصار يعيك أنا سمرك عشان يتبين جرعة أيو إياري فخرج بي أبو طلحة إلى بحبدا أنس أي يردفني وراءه وأسوق قداش سيفان قليلها أيو أن قادك الله كريو رواية البخاري بعد عديس صبر كوني صبر كخيبر أها خرجت مع رسول الله إلى خيبر أخدمه فلما قدم المدينة راجعا وبدا له أحد قال مركز البخاري وحب باب استباب من غزا بسبي للخدمة باب من غزا بسبي للخدمة البخاري الدقدي أبي عبد الله طيب رجل بحديك سؤال لكن باب كان أضم بيسيدا سويد إلا عرضوا دلالك غزوك طلبك واجبكم آه ما نصاره لكن دولانك ويراعي كان أيقو دانك لي أقبنا يا مجاهدين تي غزادة طبعا 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 بيقول رعايا نصوك لكن دول واجبكم آه ما نصاره هذو دول هل كقيب قاطو دقال لما ماشي التقانا غاني السهم لما يسترن لما سيو وكتاب الجهاد بينكو قاري دونا ولو قلتوا لي وحان سهم لنين حيونا وكو المدوغا الله سيني مركب حول باب من غزا بسبي للخدمة بخاري إذا ننك سبي ما هنك هذا وقان قاعد لأن أصوغ سيد الجرأة أي النبي قال له جاي مركب مدينة سأوي مدبر النبي وهجرة دي تضباء ما سيد بوجرة خيبر نصاني كتضباط بيهد واتقر نيسا تضباء تضباء هذا لغو دروا ويمس وأفرد طبعا هدي سيد الجر لغو كان النبي قانا شيء تمن جر ووانوي وكور النقف أه لكن هوشان غلمان كي بخاري وكفه ما ينو يهي نما ولي ان كان قارن ان بيضولين طيب فخرج بي وحيل بحي ابو طلحه يردفني وراءه اسو قداش سيفن قلنا قاديد فكنت اخدم رسول الله رسول الله بن اخدميني صلى الله عليه وسلم كلما نزل مركز اوفرت النبي اميل دغه وقال انا سحولي في الحديث حديثك حكوش ثم اقبل النبي سور رقمديس سوق الدم صون نقضي صبرك خيبر بكسون نقضي دولانك خيبر حتى إذا بدأ له أحد مكو أحد أم نقضي وقصه بحي مدينه قال أبو حوري هذا جبل يحبنا ونحبه كان هو قو أما بور نشعل أنه ونشعل الله هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة مدينة مكو قصه نبي قصه سوف الترام وقصه فرصة دي قال وحيري أشرف أي طلع مركان ذلك ركعت ما أدو يا الله إذا أنت بدن طيب قال وحنبي اللهم إني أحرم الله وحن ممنوعية وانحرم كرجية بين ما بين جبليها لو إذا بورد وحور دحية لو بدل الله بتو إنك صوم مري وبور حق بري يبور حق قلبيد أهدوه حرتينكو قلبيد يبري بيكشرين مدينه وقوي كونفورميشن كشرين اللهم إني أحرم وحن حرمي ما بين جبليها لو يذبوا روضوح ودحية مثل ما حرم به إبراهيم مكة سيدأو إبراهيم مكة وحرمه كلا أما مكة إبراهيم كحرمي بانون مدينة كحرمي اللهم بارك لهم الله وبركيه المسلمين تمدينة دقان في مدهم مدكو وكوبض وضو الله وبركيه وصاعم يسوس كذا الله وبركيه حديث قيبته النبي عليه الصلاة والسلام جبل قوق أحد أويل وقو نشعل أنا قلنا أنو شعلنا هاي قليها شاعرة كتب تشرحي ويكبر رقدنا واسكون ما نضافه آد بأقود دقار لمن نو حولي هاي حديثك حلوح حنباري على الحقيقة وقد أصاب حقيقة لوح حنباري طيب سيدا أي جمادات كي يقيده يدرت يدق حيانت مع ربي حسان وربي حسان وإن من شيء إلا يسبحه بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم شيء والب إلهي بحساء أو إلهي بكدكريا بحسب حاله وحنردنا الله أبو إذن كان نقول دقاقة يا نفط الله إذن قليي قدرة الله سبحانه وتعالى وصالحة ومصلحة لكل شيء وحن إلهي قدره سيس كتعلق كرنا مجره وممكن وحي ممكن طيب مرد سيدا طيب محاديد يا دقاحاني إن إلهي أوغليه عقلي يقرشه ووحكو قرطه وحنا كوش علاه صدرت يدمكو النبي وحكو دولي استقام حراء على اختلاف الروايتين أوغل قلتي بورت محيري النبي قلتو اللغة كله في طيبه أثبت حراءه أما أحدو في روايه وذلك قرن إيسان إنما عليك النبي
وصديق وشهيدا محل قلقل النبي وكدول صاروا النبي إيه صديق وعمر أبو بكر إلا بشهيد عمر إيه عثمان نبي وحول الله اللي فناداه وخاطبه نداء العاقلين ومخاطبتهم أثبت أحدو يا أحدو يا الله يرى ما أحد أنكم مغلينين ومحفف فهمين بالله يرى إذن هو شاس مركة وخلت نوبة كقر له أما قرطب العباس القرطبي ومن أشد الناس تجهما إيه قليها كتب تشرحي كمذا يحافن حجب السوق نقوب الرغضي ويتأويني وحوى مجاز وحلوجي ذا هذا جبل يحبنا أهله ونحبه ونحب أهله أهل المدينة أيان شعال الله يبال لقوة ومجاز محاكي أنا ومجاز بطاس تيرك ويا نبي وكتير سنة يمرك وكفك هذا من مرك الله يسمحوا زمي ومرا هذا برب إسلام رجع نبي محور عليه الصلاة والسلام ما كوه حنكو قرنا يا رجع مرك عن صمر بالسلام يجري السلام عليك يا رسول الله محل أولي محل أولي معيته طيب حديث هذا بأبطن تاع رجع بقى نبي موسى كلا عري مرض وصارتي ولا تجي نبي موسى هو قرع عقابي سيد كرة الله قرع وقرع وتقرنيس وأنما الرجل أشياء رايح كويا الليل نبي يقول نوشي عليه الصلاة والسلام طيب لبقيت بو نبي يقول مال الحديث جابر القرنيس خارج الصحيحين لبقيت برنامج أوبا حمر كاس عبار نبي يقول سعود ميل في عنه فريستو كنا قلتوا هاي لبقيت وكلفقا يقول الله الله يسوي ما كذب قداش إننا فريسنا يا قيت كان وصور ده كان هو نبي يقول حرب كاين بأسمة يا كاين تمنى نبي قال كفر يستدنت وقلت كذب نمد المجلس كل نقضي قيد المشي يستاغي في كتب الأسير والمغازي وذكرنا إنسان النبي خصائصه معجزات كيسي إن راشون عونا يه وتسبيح سنه راشون أف الجريان أول وان صمي سنه يطف يا ذني أذين النبي الله يوم يذكرنا إنسان يوم خيبر مسيب بن غريدة عين خيبر إذن وإن من شيء إلا يسبح بحمده على حقيقته ويحديثكم وعلى حقيقته dibku jira waxa weeye adiga awoodaada iyo garaadkaada yarkaad wax ku qiyaaseysa qudratu rabbi subhanahu wa ta'ala baad garab dhigaysa qalu antaqana allahu alladhi antaqa kull shay hadii dirta iyo geedaha dhagaxeeshan ay tasbiixsanayo allah ayaan biduni ayagoon lahayn makharij alhuruf on lahayn arab on ilka lahayn on lahawad iyo dhamxarag lahayn on dan iyo qal lahayn ما كودي دين رب وين سبحانه وتعالى إنه الله بكلام فيه حروف وأصوات أنطق الله الذي أنطق كل شيء شرك هذا الله هي فلا هذا الدرور يمي مرك وحاويا سيدي سو مرك بدعكو قشو وحاكو يران إلهي عظم ديس بدعوال با ودين تكا قشا لنك دون أكو قشي نبي دين نبي حديث كسا حرمي ساكار رمي قرآن كوينين ساكار لمي حقا إن أدوه قنسنتا ديدي عيل إنجيك باد نقوني وحانت ما أنتو دمركو حد دفاعني مذهب كاذي مذهب كاذي باد دفاعني وواحا وقود عي ودادها حديث كشرحي وحدثنا سعيد منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو ميسرة المدني هذا النسومرين عن أناس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أصوه كله التبيي غيرها سيشأنه وقال وحول روان ضنبه إنه حرم ما بين لابتيها إنه حرم ما بين لابتيها إسماعيل بن جعفر بوحى متابعين أيوة ذات كان ابن القاري يعقوب ابن عبد الرحمن القاري ومتابعين غيرها سيشأنه وقال وحول ذات كان يعقوب إني أحرم وحنحرم يا أن ممنوع كدق يا كعاقا أغارسك يا درقرد يجيدها ما بين لابتيها لبد الشيلوت لبد بوريد بري قلبيد انت ودحيسه وحدثنا وحامد بن عمر حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي حدثنا عاصم بن سلام الاحول بكوذا قال قلت لانس بن مالك وحنكوري احرم رسول الله المدينه نبي ما حرمي وحرم امنا ما كدغي مدينه قال انس نعم ها ما بين كذا الى كذا ما بين كذا الى كذا انت ودحيسه القوة عير إلى ثور أما ثور إلى عير وين قاردونا لبابو روضا يريرو من أحد كدن به وثور ليداده منا بنك الأحد وكسر دوري
فمن أحدث نكي سود الرية فيها في المدينة حدثا رباط حدث كوا ما يخالف الشرع ويحشر على خلاف سن. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد حديث عائشة وتقرنيسا أصل في رد البدع وتقرنيسا. من أحدث فمن أحدث نكي سود الرية لي ما دفيها في المدينة حدثا رباط معصي كبير بدع قال نمو حد قذب حدث كاسم حملوجة ظلم ظلم بالله ظلم أما نفطها كساب سناده أما حق الغير كساب سناده أما ظلم ربك هنقضوا ربك ظلم أضل أنتو حقي سملك قد عدوا شركي بدعا هنقضوا. طيب قال وحول عاصم ثم قال لأنس أنس يقول هذا أنت مركو الشيغي هذه شديدة حدث كاسي وحقت لنا هي وعيد كأ وأركتها وعقوبة لك هذه أي عقوبة شديدة. من أحدث فيها مدينة قديه إذا نك سود الرية لي ما حدثا معصية أما بدعاء أما كفر أما شرك أما ظلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فعليه دش ساءه لعنة الله لعنة الله يقول بعضه نحرس نحرس ربي على قدر ريو والملائكة ملائكة نعلة دينها يقول بعضه يوم الناس آدم هن أجمعين لما انتط آدم إذيلك اللعنة ديسة ملائك اللعنة الضوض اللوين اللعنة ديها قد عضو ننك مدينو كلي مادة واحد دين تكرنة وشرعينا بالمرسن وظلمية هالكاسو نبي كتالي ومشو نبي كحب الله ومهجر كوسو هجروذي ومشي دين تلقو أساسي يكون بيار دكتيل دين كان المانطة يستان لقا قطن شو لا يقبل الله إله كما أقبل منهم من المحدث ننك بدعال اللي يميد يوم القيامة مالك آخر صرفا فرض ولا عدل يسنو شيء واجب أو ليمد يسي سنة من الله أقبل ما هي صرفا معاني بضم بلغوش يقولون من بواكل الدوان. طيب توب الله أقبل ما هي ولا عدلا في دين الله أقبل إنما باكو فسري حق اللغة الله بدأ معنى أولو صرفا توب الله أقبل ما هي أوش أكتوبت كينو دنوب هذا أكتوبت كينو حتى أدي رب إذن دحيث التوبة لكن حدود عقابته يكون عباجرة كسب الله ورسوله. طيب صرفا صرفا مركة التوبة لقى أقبال مهاي ولا عدلا ما حفر شيء في دين لقيه لمهاي ضوء آخرين ما دوده وحان سكفرنا يا حسنات بان سكفرنا رقالا سكفرنا إلى الدنيا لقى لقيسا مهاي أما صرفا فرض يواجب ولا عدلا صنو الله بضع معنا أقرهن معاني بضم بلغوشة إيريقا سقا قرآن كان مذكوة ركتين بقى. قال عاصم حوري قال ابن أنس انت مركو الشيخ أضيق أنس وويلة يويلو دلو موسى الأورنجري موسى بن أنس يا حوري أو آوى محدثا أبو قدر واتشيك جرت حديثك انت ستكتك تولي انت النور شيك جرت تيبات كتك تي. فقال ابن أنس أنس ويلك سوى موسى الليلة حوري أو آوى محدثا ما شعرك حرانتا يا دلال سعود هذا فمن أحدث فيها حدثا بك حرانتا أو آوى محدثا ننكي بدعية الدين الآن مدينة كل حسامية أما صدمه صدمه ويستنين بدعولة أو آوى ضم إليه آوان أو الآخرية إن المدان إنات قصر سامبا وإليه مرة والرباع مرة والثلاثي عب منه ومرحان ربا متعد مرة واللازم آوان أنت بدن لازمة آوان ومتعد. فمن أحدث فيها حدثا ننكي ظلم كل حيما دم مدينه أو أوى أما أوى صوت دمو سود ويستوه لي أقر بي محدثا بدعو له ظالمة نيك ظلم أصوى قصمية أما ظالم كي قرب يستوى أقر بي أقل بحية فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدل يسكو حرين حديثته. حدثني زيد بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم الأحول مدينه مدينة دنبي يقول لقو السمائي بأن نبقو السيدة أكلي هاي شريعة دي أنه نبقى ننكي قطمان هي بالمرة هي كورما هي دا كل عيارة هاي شريعة دي أي مدينة حرمة دا كوية يلاتي أي وحي الله المنزل أي قرآن كأ أي سنة دا أي دحلك الديني دا أي مدينة بلقو حرمين أيو ننكا قرصان هي كل عيارة هي كورما هكذا رأي هاي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أسوى أضافة هاي كأسو حدث وقياس الأولى بلويقنا بل هو حجة حتى في العقائد والإلهيات قياس الأولى اسكو قال حدث زمن حرب وكان نصوص شرعي حدث زمن حرب حدث يزن هارون الواسطي أخبرنا عاصم الأحول قال سألت أنا سنبا ويدي
أحرم رسول الله المدينة رسول كلاه المدينة حرم مكرده آمن عليه الصلاة والسلام قال نعم بولها هي حرام وحرم أي ممنوع إن الواحد قد بول لقول رحوا وارصدوا قيد هذا الله قرر لما أقوله لا يقتلى لما قرره خلاها درت هذا أما النقار كذي يدوق يدي عوس كذا حديث عدي بن زيد وحاكو يمد إلا ما يساق به الجمل إلا ما يساق به الجمل هذا قيل يحول وضعته قول يرى حود وتقيل أخوك حيث تخلق وصن كرتا لكن أوض إيو درك لي لما أقوله قرته لان قل حوله كحيسته أبي داود بن كمر إلا ما يساق به الجمل لا يقتل لما قر خلاها نقار كيدي كلا يدي يضاق إذا عوز كذا لما قره فمن فعل ذلك إنك أنت سمية بدعك ظلم كل حسمية أما الظلم لو سود ويستو أتتي أقر بحية أما حرم كي مدينة قرى درتيزي كو قر سدا فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرأ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك بحكورا عبد الله بن أبي طلحة أيه أنس وإسكهوي ومسلم وضع الشمرك إسحاق أدرك وأنس وحكا قدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك اللهم بارك لهم الله أبارك ريم مدينه في مكيالهم آلة بيقوضة راشين كأي بيغان بالغوة ويالك وحكو بيغان كوبض شود سوزكو الله أباركي إمدكو إيا وحي بيغيان اللهم بارك لهم الله أباركي في مكيالهم ألا تبيغو داما وحي بيغان أيام وبارك لهم الله أباركي في سعيم سوزكو وحي كسوسين أيام وبارك لهم في مدهم مدكو الله أباركي صدر تبعنو وحي شيئين هل كسوس المدينة أتكو استعمال راشينة وحوردك ما شن سوس مكاكو استماش العراق يوقفين مالك لي الله وبخاني ومال عرسنا ودعنا بكل عضي وحد قادبه وفبر كوبي. حدثني زيد بن حرب وابراهيم برواق صورة إن النقطة ونور الف عن الهلو والمسلمين تمدين الجوع يعرف كل بحان ما دام يدبر صومرين بنبي كود عينه وين النقطة نبو البعدون ككرد عميش وقول نبض بدن وقول نور في عم بين مدينة ولد بهان جرت حديثنا وحي شيء قال تولو إيا قرية مسلم إليه هنا الدنتو خرابتو بابا دم دو قد بسني مدينة آخر قرية من قرى الإسلام وخراب يسول لقول جوره بابا إيسا مدينة قد بينس حديث باطل مامتي بارك الله من الله بو حتى ويقدم بين مكة يدا قدم بينس. وحدثنا زهير بن حرب ابراهيم بن محمد السامي قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي جرير بن حازم ابن زيد سمعت يونس ايان مغلب بن يزد الايلي بوجد يحدث عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينه الههم مدينيين ضعف ما بمكه من البركه الههم مدينه وحادقت مكه وحادقت بركه لبن لابكي مكة واحد دكتي بركاء لبن لابكي اللهم مدينة إياه إلى يومنا هذا أضفك المدينة إياه مكة كلا جوغة ويدية كلا دقنان جري يدوكم مكة صفرتان يتكتان أفر صدا. طيب اللهم اجعل بالمدينة إلهم مدينة واحد يشعو دكتا ضعف ما بمكة مكة وحيا لا أمال الله دقي لبن لابكي أمي البركة بركية خيرة بركاء دون يمدين يدبع. وحدثنا بكر بن أبي شيبة وزيد بن حرب بن أبو كريب جميعا عن أبي معاوية وددها دورك محمد خازم الضرير بحلقاته قال أبو كريب صوحي في روايتي حدثنا أبو معاوية موسى أورني عن أبي معاوية صرح بالتحديث بوجهه. حدثنا الأعمش سليمان مهران عن إبراهيم بن يزيد بن الشريك التيمي عن أبي أبيه يزيد بن الشريك التيمي يزيد بن الشريك بن طارق التيمي قال وحوري نينكا يزيد بن الشريك التيمي خطبنا علي حديثك سعد بن قاسم بن صوم الري طرق دي هذا حديثك انس باين ودم بين شواهد بولي وضع مسلم في فضل المدينه هي حرم كذي اولاد خطبنا علي بن نوخذ بي رضي الله تعالى عنه علي بن ابي طالب علي بن غدوان موقوف وكخذ بي فقال وحيري خطبنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال في خطبته وحيري من زعم قفك الشيخه ان عندنا شيئا نقراه
أكتانذا إنو يا لوحان وأخرينو قرنوا إلا كتاب الله كتاب ربك القرآن كان مويين يو هذه الصحيفة وراغا وحي قرآن مويين. قال وحول يزيد يزيد من الشريك ابن طارق التيمي وحولي وصحيفة وعنده صحيفة وصحيفة وعلقه وعنده صحيفة معلقة في قراب سيفه مركو سيدة عليه هذه الصحيفة وحوطي وراغ الله أبونه قال كسيفتي تكجرتو سبحي مركاسا ليدو أن أخرين وآل آخرين معاقو قرآن وحوق روا الذين شيء قدونا وحول هذان آل البيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام الماذرتي آل كيسي حكتدي سيادان هاي قاعل كيسي قوني ده وحم مسلمين تا النبي قوسو الشيغن الدين وأنك قوني نواء مجر توري حب قوني النبي أنواء كهن مجر تو مسلمين تا قوسو الشيغن حبهم قوني أنك مسلمين تا قوسو الشيغن أنك مجرات إذا وحولي من زعم أن عندنا إلا وحولي في آخر حياتي وحصوك ردي نمان سيكون قلوي وإذا بدأ رب ذنب وذي باجر وإن جري علي خصائص بولي هاي ووصي رسول الله نبي قوني وقدر دارمي هولو محاوي اللو قريب باجر وعلم وخصائص ومن علم القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام صحابة إيسان أغين ولا عائشة أغين ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان أو شو بابين هيا بين ترافضة يشيعوا رأينا للك قدروا من زعم وقفك الشيء أن عندنا أي آل البيت شيئا نقرأه وحن وآخرينه إن هي أيسنه أنه خاصة إلا كتاب الله كتابك ربك أن كان هين يو هذه صحيح ورابا وحي قرن ورابا نسيب قرن كما هين صحابة بقرتي لكن ما نقول النبي كير سديبه با والنبي الله يري إيه بل قيل الدية دي مقتق قاله دا دي سي أيني جيس يضع عيدا ملحا كودع والنبي كير سديب مال مال ما كان بيض مال بقو قرتي وهي سنجر مركة سيفتو قدق الله ميو قال كيادو ياو هين أيام مروا أهيد يا صندوق يا كجرت قال الراوي حور وصحيفة صحيفة وهذه صحيفة ربعين وكل شيء واحد تاعي وصحيفة وعنده صحيفة بأهيد معلقة لقال الله شيء في قراب سيف سيفتي سجل كذا فقد كذب بس كوي حرنت هذا من زعم أن عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب هو فقد كذب بين بوشيري ونقول بين أبورتي اللي رسولك زي يقول بين أبورتي فيها صحيفة وحاق قرى حانشدة وحاق قرى وراغلاس أسنان الإبلي قيل مقتق لدأديس أسنان سنك ودأده ابن اللبونك بنت مخالطك جدعدي حقدي وحاق قرى قيل مقتق لجد أما عمد أما كمها نقطة أما كسا نقطة أما أربعة نقطة أما أخماسا نقطة أما أثلاث فيها أسنان الإبلي فيها أسنان الإبل وحاق قرى قيل مقتق لغو مقبحيو دادي سي اينيس يو عشان وحيابو من الجراحات دا عياد الله سكون افتمقتو دي ايدي دا موضحات ايو هاشمة ايو وحي الله المال اي مأمودا كقرى وفيها وحاكل ورغضا كقرى قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري المدينة حرم مدينة وحرم وممنوع وشي كعاقا وحيابها ميرهك لغو سمعيو ما بين عير قوة عير أنت أقول حيزيو إلى ثور ثور هو قوير وقوة أحد كدم بيا أحد بكدم بيا وأنا كجابني جاي وقوة جدودا هذا بعض تكتان والرمي منك قوية غناءات وتكتان مركض الحيز إنسان وحكلاب وصل صور تاني وإذا تسكران تقوون علماء وأكابر وفقهاء ومؤرخين وأهل سير أي قوة جرم وإذا مدينة ثور بملها قول ليه ننكي قول يا بور أما عل يا هار كشيء جاي مدينة كت الله ثور ليلة هذا ونمن مدينة قن بيني ما بدن علماء هذا فر بدن محب الدين الطبري نمن شوافع ومحددين واجد من أسو قستي ضبط علي قال دول استاجي حالة ثور قولنا لو يقانا عرب في الجهل وين يقانا أنصارنا وين تقانا فلسفة نمن كحسك قرطيدين شيء نغطى الوجودي صور محلو بحي ديب وين وفرديو تورتي وكلو وقي ديب فرديو وقوي وقي يما قد فيرس صور ساسا اللو يدي بانك وقويب ونجبل وحد كجرا بانك وقويب وكجرا ونا قدم بايا وقابايا وكجرين وحد قوي وحد قوي قدون وحد قوي راقوي اما عص وحاو تقانن اذا وحد وحد كجرا حرم كتر سنية من حرم المدينة وحد
أسوق جدوه كجرا وحرمك وأسوق وقدم بي ونفسي حدود حرم كانوا جدا ما بين عير إلى ثور فمن حديث كان أنت نكتر وعي أبو داود هل كان مكون نبيكم برني المدينة حرم من بين عور إلى ثير إلى ثور عفوا إلا أن يعلف رجل بعيره وحكو جرتي اللهم وحليدي وقال يكالية ننكي النف قايدة وطا حو عوص النف كوعنه وكو عالفي واللو قال يعني حولو قاتش أو دمانايا وكان بنا لك مكيني كور أما حلف كباكا دمانايا إذا للضرورة إلا الإدخلات وكلويات إلا الإدخلات المكوي إلا أن يعلف رجل بعيره رواية أبو داود فمن أحدث الروح سود الرسي سوكر يقصوا بريا فيها في المدينة حدثا أي ظلما ظلما بدعاء معصياء شركة قال لما حد قذبا أو ما سآوى الضمء سود ويؤهي لي محدثا مدع بدعا لي دفاعه قرب استاقوا طاقيرا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا إلهي مالك قيامك لك قالوا قفك أسقى بدعادي ظلمك مدينة كسمي أما قف ظلمي لا قلب استاقي وقيل بحيي لا أقبل ما يعمل كسور نمبا هل كان حقيقة جماعة من أهل العلم ومن عبد البر كمدي هاي جواز لعن أهل المعاصي والبدع حتى بالتعيين هنا بنانت هاي ضدك أهل المعاصي هذا يفساق يفساد يبدع على وضع إلا لعنة كره حتى تعيينا معايا إلي دلالة العام على أفراده وكلية وكلية فرد والباس وقل إياه لقى قاضا مهاي نسكا عام كلعن المعين وحبك مجرى ومخالف لقواعد الأصول ولقواعد المنطق وحو البوخ الأفزية توق هذا قواعد المنطق قياس كما كان مريزان اقتراني ما معي تعديه وهذه مثلا كان مسكر وكل مسكر حرام من النبي حد هو مسكر بالك النبي كله قوش هو مسكر من دوريوي وكل مسكر حرام فالنبي حرام صغرتي محتكو قبريس هي كبرتي جزء كذا ضمب بس كده شيء لما حطوت النبي هو مسكر وكل مسكر حرام المقدمة الصغرى كلمة أهو الرئيس طيب والنبي تكا المقدمة الكبرى وطلب هذا خبر كأدن بي بس كل شيء انت نحن وطوري محزوب بوضع النبي حرام وانت نينك أنا محل قصمي عاده نينك هو محدث في المدينة وكل من أحدث في المدينة فهو ملعون فهذا ملعون على عند الله وعند الملائكة والناس أجمعين أما منطق هذه أما أصول آد دلالة العام على أفراده وأجزائه وأشخاصه وأعيانه وكلية لا يخرج من القاعدة الكلية فرد من الأفراد هو شيء اسكو هذا نصوص تكلم الشيخ وحوي وحلال محامل كلي ليه هاي لعن المعين بيؤد لي الشدع وين السحيين وحكوا له كجرة أهل بدع إن نحب لك أقبلين صلاة ضماء صحيص أما لك أقبل ما يدى صحيص صنك ضماء صحي حجك ضماء صحي أي قد دالها هي عاملة ناصبة تصل نارا حامي صادرت عندنا الشافعية وحن كن نقاشني دتك أهل بدعة إن لقى لي سينين إن لقى لي سينين هي ما لجزمينك ما جزمين إن النار قليا هل يقطع بدخول أهل البدع النار أم لا وبعض فقه شافعي دحي وجهان عند الشافعية فرق بين التخليدي وبين الدخول اسكو قال هذا ورك يجب الدليل ولادك يحول أهل البدع نارته كواره ين هذه هنا وحلقها الله أيه نينك أهل البدع ما قصب بأن النار تقالوا هبك صبحي مسيه وحو كجرا مرتبته هي المشيئة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه شافعية جماعة من أسحل وجوحين رجحين أهل البدع وقطع نار تقلا نصوص قلنا كتمي كان كم بدا حديث كان
هذا لا أقبل لا أقبل سنة يفرض منا بحكم حد أنك قلي من نجي اللي يدي محد كوجنا قشي قيل طول كيفان كوجنا قلي يدي وانقونا إذا قيل طول كيفان كوجنا قلي مصعون إذا وش هذا إسكال عليا هذا لا يقبل الله من يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين وذمة المس أي أمان المسلمين أمان المسلمين ذمة معاني بدن بين نقطة العهد والأمان بين هذا اللوجي ذا وذمة المسلم أي عهدهم مسلمين تأمان كودية بلن كودة وحاوي واحدة وهلمت أنا وهدان قال أمان سيئو مسلمين تردان أمان كوين إلى ليان ودوران هدو أو عبد الله أمان بحيو وإن مسلمين تردان أمان كأي حرميان وذمة المسلمين أي عهدهم للكفار أمانهم وتأمين للكافري واحدة ويمقيب سنتو لا تتجزأ وأجمع المسلمون حديث كانوا في أفراد المشركين والكفار لا في عمومهم ومجموعاتهم ما دل يا نو الباب فرد المسلمين تكمدا وحو أمان سينكر قاردة جهاتك عطل من العلماء يتوب يانكو دولنا أنا أمان سيانكو حياتو دقاقي يوانا اللي قد دولي شيخ رشاد بأمان سيان اللي قد رواندا هلا هذا شيخ عبد الرزاق بديبا اللي قد مع صعوني يا مرك وحلقها لي وفردي أفراد بلقها الله يا وذمة المسلمين أي في أفراد الكفار تشذي أمهان أي ترين نبي الله لمنك حيد كياها بو علي كلق أمامها يا سيف إن الله يدون يا أنا أمان سيي لقد أجرتي يا أمها لقد أجرنا من أجرتي يا أمهاني وأن بدق للنبي وأمام بانسين عدق وأفراد المشركين والكفار لا دولته هو عموم كودي عيدا قرن ما هذيك اللي قال إيه هل المصعون قال الله سكدي عن ماي طيب واجي لو بكون اللحد يتضوضي مسائل كي يقولي تارودي هو يادو قد قال لهم ذيك مت نور بيني توبيان وحسكان أمان زي ريم بقدر شعبات بقشسين واي مسايد ولا قد قال لهم في قدر رضي كواش قلة الفقه وح قدر المجر مصيبة سكيل عليه كي ولا لسه يستا قال هذا الله ما قاعد يكره مباهلا قالها يا مباهلو إن الله قاعد يكين ما أركيس أنا سكنسية ها بع 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 وين أنت هك وانت أنا وفيرا قلها يا عقل حمضة كقدر وذمة المسلمين مسلمين تم مجنتوضو أما بلن كوضو يعني مجنتوضو واحدة ومت قرعة في الأفراد ما قيب صنتو يسعى وحاول دقاق كره بهذه ماذا أيضا أدناهم مثل كذا أقول لي ته ضمر كأمام بحين كرا سيد أمهان وبحسي الضمضة بحين كرا أفراد ده إيه أشخاص ته عروت يار كي سبيدة وهوين وحكى لقرانا يولي قان قارين مميزين طب بحين كرا وخلاف كتاقن يسعى بذمتهم أدناهم أحرارتو ده إيه عبيدو ده لب كودي ردد كودي وبحين كرا دي ماذا أيضا مكا لقاها الله أيو أفراد با لقاها الله أيها بإجماع المسلمين رواية أحمد يا أبو داود وحيكو درتالك مكي مريسي وهم يد على من سواهم هذه اللي ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ذمة وحاقالك وحلكاس تنك أوري ذنكرة أدناهم مرتبة مدكو أهوصي حق شرفت أما مقعي ميقانك دمر الله كردقو وإيل الله كردقو أدون الله كردقو حر الله كردقو لو رن مهاي أدو وضيع باتاي مغن أمان نبيحين كرتد أبو شريف بطوات قاضي كرت الله ما ورني مسلم ما يسمى ومسلم إذن يو أمان كسي فرد يلبو والله قليه وهم يد على من سواهم ألا والمؤمنون تتكافؤ دماؤهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد رواية دريد حديث قد قرنيسا كتاب الجهاد بكسون عنده أنت ورغم بانو شرحينا وهم مسلمين تون يد هل دعوكين على من سواهم ذمدو دي مغنتو دي سو هالمد من قلناها هي لدودن وامت وهم يد قوة يمنعو يهيلو على من سيهم عدنا ايقا هي قال هذا وين اسكاك هيليان ماشي دون هاتشوكين مسلمين لما قيبين كرو عدو يقوى عدو قاد هذا المسلم هاي هذا عدو قاد انه كيقي هذا المسلم تاي وهم يد على من سواهم وين هل قعن كان نقضان وحن ايقا كان هاي دي مدونة واحد نسكا هوري أبحاث كلاني كوشيقني وحلوجي إذا مركي مسلمين تلوهم مدى يسانتاي
مركي مسلمين تلوه مذا يسنت هاي هذا تلوه سياسي أي خلافته حديث كي أبو بصير يهوش عائمريا هوش النبي محمد في المدينة لكن مركي أنه مذا يسنت هاي وحاقص بأين أن نقنه وهم يدعون على من سواهم طيب اللهم إنه استنصار بما دموين وصورة الأنفال وعدي ومن ادعى أنك نصب شيكته إلى غير أبي أبيه أن أبا أنك أهين رغبة عنه رواية كلا قدر حديث قد قرن إيسان ومن ادعى إلى غير أبيه أبا أنك أنك كو أبتر صدا نعد إياق وقرص وقرصنا درتت أبا هابا مثل قلوان حنبا ليلي وان الليتال ليلي نصب كيسا درنبا ليلي إن لغوما غلا ديدان تايا عرّت كعرّي سات وذكر الشيغت أنا وقيد يمر أن يوحات رجئنا جامعة بان آي أدو ديدان آبه إن لغو شيغ هذي دروفك لكو قيس وذكر كما نكو قوصة تدب ملا محاسا وكما محاي رقبة ما أبا بان عيسا أبدا دانا كالات كاليدا هذا هو كم رئيسه لقمها الله إن سوء الفهم قاس قيلا لي طيب ومن ادعى الى غير ابيه حديث كقيدي رغبه عنه طيب والاصل في القيود ان تكون لاحتراز ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا باربيه ممكن نفتي سؤدي له حد قذب يا ظلم نفتي امر لديك حد قذب الان بالغ فهمي المفهوم المخالفه دليل الخطاب كما يشكو جرى او مس انتما النصب شيكتا إلى غير مواليه أضوم ذلك حريضة عن كأهي تن أضوم ذلك خصيصة رواية أبو داود بعد سيد ترمذي أو تولى غير أهله رواية أبو داود ومن والى قوما بغير إذن مواليه ومن والى قوما أضومكم ما كان حريصه قال لدي سي النعمة دي سي أبال كيسير دحال كيسبة أضاء إسكالي هذا المركز أضو أبا هذه أبا ينكو أبتر ستو حاقنما ماشي كصبحي قضيعة الرحم بك السبودي أنصابت بها خلدمي والسكو وريري طيب هدي أضونكي قليه أسيادي سحر يقوليها أن أوشي يكتنى نفس الشيء شيء والبسيس وينو أهاده لقمها الله يحلف يضدك حلفة إسكوا يا صحابة يا أنصار بإلى هايين رقن عربية رقن مسلمين إلى ما يسمى استعماش لقمها الله طيب فعليه لعنة الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وانتهى وارد مع المسلم لحديث أبي بكر والزهير عند قوله ودادوس قصوى قوة مسلم وذلك كيسين أبو بكر بن شيبة زهير بن حرب أبو كريب عند قوله بكر ما يسعى بها أدناهم بحديث كوها ريبه لبدأ وداد حديث كوها ريب ما يشهر أعيد وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم بكهر إن تنضمي وبدأتك كلاها أبو كريب حديث كيسوي ولم يذكر لبدو ميسا شيئا ما بعد وحي كدن بي إنتاس وليس في حديثه ما حديثك ذكو مجر ملكا إيت بن هيين معلقة في قراب سيفه معلقة وصحيفة ويكجرته لكن مع كجرين محلقته في سيف مسلم يحبوك لدوية مركز علماء الجمعي ساسا لقاربا انا ادوك لقاذي كرتو ويحو محمد اسحاق ابن يسار المغازي حفادة ووين اكابرتا امرنا كوصا ريفي كرا مرس هو كادري كرا مركز ساري كرا ايال لقوه وقال يا جمعي طيب لكن هذا اظن انقرين ان اسكسي ديسون واقي ديبا ايادي وحا ايادي محمد اسحاق يا ركب ضنبا لقو ضعيفي وحاكله كجر حديثك فقه يسوء أن هفئنا أن تلمامه ننك السمية ظلمك يحدثك إيا ننك أقرب بحية أقل بحية الضمي السودة ويواسك الدنب نبق واسمي من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا طيب نفس الشيء مركة قاضية قريس ونقون هيا وحدثنا علي بن حجر بن ياسر السعدي أخبرنا علي بن مسر القرشي وحدثنا أبو سعيد الأشج وحدثنا وكيع جميعا عن الأعمش حدثنا وكيع إيو بن مسر علي بن مسر لبضها سوحوا جميعا توجيه ذا عن الأعمش سوين مهران بهذا الإسناء سنة قدر مرة إسناء ديه بيو كتبية نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره لبضها وذا وكيع إيو
ابن مسر وحي كوري أن أعمش حديد كأبو كريب وكلا عنا معاوية عن الأعمش إلى آخر الدمات كي سورة ما يستران وزاد بأي قرآن وزاد يعني لازم أن لا يده وزاد ألف التثنية ماشا وإن لقيه له إنك وزاد أي قرآن تانيك إلى مدى هاي سكا السحو وزاد وحي كرديين علي المسري وكيع أي كرديين على أبي معاوية ككرديين علي بن مسر يوكيع في رواية مع الأعمش زيادة اللي مادين على رواية أبي معاوية عن الأعمش طيب وزادا في الحديث وحيكون دارين إلا أنت رواية هذا صوص عطكم يسنجرين حديث كي أبي معاوية عن الأعمش من كجري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي كم يجري طيب فمن أخفر مسلما قفك مسلم مغان دعه أخفر الرجل اللي يدعه ومكا روح مغان تسلب بحضه قفا أنه أماني عهد أنسي مكا إقاله سبحانه أخفر اللي يدعه وخفر هنا أمان بوسيا اللوجي ده أخفر أي خفرك لدوان أخفر هذه اللي يدعه ومغان دع واحد قدو روح أمان كسيسي مغان تسيسي إن لقى الله سبحانه أولو قطنش لعصده أيا اللي يدعه فمن أخفر مسلما قف سوذمين واحدا ما ذمة واحد يسعى بها أدناهم طيب فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وليس في حديثهما سمارت وزادا إن هدأت قص بنتان لبو يدو كهلا أيو قدال بوكا كان تثنيادا وليس في حديثهما كمجر علي بن مسر يوكي حديث كودا من ادعى الى غير ابيه كمجره وليس في روايه وكيع كلجي ذكر يوم القيامه حديث وكيع كلجي ذكر يوم القيامه موسى شيغن وما لا يقبل منه حكو غابس اسوغو لا يقبل منه صرف ولا عدل اي ما شيغن ويدعه يوم القيامه انت بعد فهمت بيلته وحدثني عبيد الله بن عمر القواربي ومحمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان الثوري ومهم جدا سفيان قال بقيستي مسلم وهذا من دقة وعبقرية لأن سفيان هي شعبة اسكو خلاف حديثك حفاظنا وحير رجح رواية سفيان بين رجحين لكن مر بعض خلاف يمد رواية خلاف لأن بهور مرنية رحمة الله تعالى عليه حدثنا لأنه شعبة وحوي حديثك عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي بن وكل حلين كبار الله ينكر النار وكل هذا وعوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه بل الربي عن علي وعوري أزوج عن الحارث بن سويد عن علي أكثر الرواة عن الأعمش بو خلافي صادر دار قد وعوري عيل كافر بقول يزيدتا والمحفوظ قول الثوري ومن تابعه والمحفوظ قول الثوري ومن تابعه يا المتابعين مركز الثوري وصومرتين أبي معاوية عن الأعمش وصومرتين وحن مريني وكيعيه علي المسر عن الأعمش بالصوم برتين طيب حدث سفيان الثوري عن الأعمش بهذا الإسناد أعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي نحو حديث المسر وكيع سمارة هذا نزرعي حديث المسر وكيع وكلا أي شيء إلا قوله يلموين سفيان من تولى غير مواليه بوصوك الدري نينكي كقعال ديكتا ضدك حرية ضدان كأهي وذكر اللعنة له أشياء سفيان الصغو حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائد بن قدام الثقفي أبو الصلت عن سليمان أعمش هذا مريس سليمان ميران الأعمش عن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم مدينة وحرم ممنوع كعاجن قريدة درت ذي أقار سجى يكحد قدب ك فمن أحدث أنك سود الرسية فيها في المدينة اللي ما حدث ظلم يحد قدب أو آواء مسود ويقل بحيو طاجر وقرب استاجا مدينة إذا بدروضة كو هذا ظلم جا مدينة لجوضي إذا بدروضة يعيارتا يبغبغضة يدانتضة يسقاونتا يصفور ك يحسينيات كذا لقسم الشركيات كم حكى سويسة وحوال باء وحمانة وبلاد اللي قسمين جابت حرام كان لقوة
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف وليس ما يتبع على شيء أنا وخيانا وأن جعل أيبو المحاج ذا اللي ننك يديك أغفل أنت أيبو ننك يديك أغفل يدا قصو بحي ما يلعي الله يدقان دونتا ننك حرماتك إلهي كحد قدبا وحدون ما شاكتي ما يلحن بقدم بين اسكسو الله هذا الرسن وحدثنا أبو بكر بن شيبة عفوا أبو بكر بن نضر بن نضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن قاسم حدثني عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأعمى سليمان بذل إسناد مثله ولم يقل موسى أرن وذلك عبيد الله يدنبه وعبد الرحمن المهدي بخلاف سنة هاي يوم القيامة موسى قدر وزاد وحكر ليروق عن سفيان وذمة المسلمين واحدة مغنت مسلمين توهل من يسعى وحاول يستغوا قال لك ربي هذه المدى يا مغنتاسي ادناهم مثل الدرجه ير فمن اخبرني ان مغن دعا مسلم قف مسلم احد مغن قال يهست كربحه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامه عدل ولا صرف حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن شاب الزور عن سعيد المصيب المخزومي عن ابي رضي الله تعالى عنه انه كان يقول وحورنجر الصحابي قاسي لو رايت الظباء هدان أركي لها قرنوك أمع عول الذباء جمع ضبين ضبيو وقرنوكتا أمع قودركا لبضا سيكو إطلاقان قوليها عربيت وليو بلقى إذنكو تقانان قودركي آد أغو إطلاقان نمانا وحيليا الذباء وجمع ضبين وهو الغزال وقرنوكتا قد يدوي أنه قودر يقرنوك يعول برياع وينوك لدوين صدح الشيء وكل دموي ديرضوا اسم العوشة مسوا سقرا نوع كم بده يا ما يا ديرضوا واقار أيادونا عوشة سقرا ولا حيسا كاكو صنطة مرينة مجهو تادو وارد إبر كده تاني دونك ويجو تا وسقرا وحير كرومي طيب لو رأيت هذا أرك لها أبو هريرة الذباء قرنوك هذا أرك لها ومن طبائع قرنوك حال ليلة وحاكم ذا أنها لا تمرض إلا مرض الموت قرنوك بالي مالك حنون ستو ومن وحيوان كوقع في ما بضان ثم إذا أرك قيد سريسك اللاعي بيريسك عبي هو قاضا ورطا انت عليك ورد لكو قارم مايو هضيحن وستال لي وامدمن لا تمرض الا مرض الموت اذن ما تمرض بروفتس هي اسك سو كعاي ما باش وليها حيوانات كشكي يا شيخ او شايده بل الله صبر لو رايت ادارك الى الذباء قرنوت وترتع ضاقيس بالمدينه كما يرعان يسجيد برتدي ما ذعرتها ما فيجين كمان نحيين مع بسجليين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محاجر أتقنوت تابنين قلوا كوسوك شما وارستت نبي قال وحوري بن ما بين اللابتيها حرام لابد أبور أنت أولا حيسا لحي طبن كيلومتر أفرد جهة حيوان كجر وحرما آمنا لما تابن كر لما وارسن كر حدثنا إسحام إبراهيم الحنذري ومحمد رافع القشيري وعبد بن حميد الكسي الحافظ قال إسحام رسول أخبرنا عبد الرزاق وإنه زوم رسول أخبرنا أبو يقان نبأ حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن سيب المخزومي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله رسول كلاب ممنوع يا حرم كدغي ما بين لبتي المدينه لبد الشيلود اما لبد بورده مدينه ودخيسه قال ابو هريره فلو وجدت هذان هلو الذباء قرنوق اما عول اما قدر ان كلو ما بين لبتيها لبد قو انت ودخيسه ما ذعرتها قرنوق تاس مديين ما فيجين حتى مرض امه فيين طيب وجعل وحكدق النبي عليه الصلاة والسلام حرم كحدوده 12 ميلا حول المدينة حما وجعل وحنبق يالي 12 ميلا لبيض طبع ميل وحول المدينة مدينة هريري هذا وريق هذا حما سيرو كدقي سيرو أن لتابا كريم بو كدقي هل كم ميل وهل كيلومتر يبط لبيض طبع كم ميل مركو حقود ريسان ثلث لا يتم اللي حلو قدر وائم سمركة لا يتم ثلث كدوامح وآفر بها لا يتم حاو ثلثة
وأفر طيب لو يطمن مركا أفر قدر اللحي طمن ميل لحي طمن كيلومتر تضبي يطمن إلى سدي يطمن ملاس. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرأ عليه عن سهيب بن صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الناس ضدك وحي أهايين إذا رأوا مركي أركان أول الثمر منها أهرية بسلادة صوقعي أول الثمر تمرت أهر بسلادة عنبك أهر بسلادة مركي أركان جاءوا به إلى النبي وكان يجري رمد هذه بيرلي بي أهايين مركي أنت بيرت بحضو منها أهرية بسلادة النبي أسوق هذا جري جاءوا به إلى النبي نبي يقول إيمان جري عليه الصلاة والسلام فإذا أخذه رسول الله سرق مركو قاضوا قال وحور جري اللهم باركنا في ثمرنا اللهم بارك لنا في ثمرنا اللهم راهنا وبركه وبارك لنا في مدينتنا اللهم مقالدنا أندقنا وبركه وبارك لنا في صاعنا سوز كذا إيا آلو تبيك اللهم وبركه وبارك لنا في مدنا مدك اللهم وبركه اللهم إن إبراهيم اللهم نبي إبراهيم عبدك دون كاذبها وخليلك والنبي وحوها وذي هذه الرفيقة هذه والنبيك النبي قادر تين أواها وإني عبدك ونبيك أنونا أضون كاذبا أنا هي نبيك هذه وإنه إبراهيم دعا لمكة مكة ألا أبريي وإني أدعوك للمدينة أن المدينة كبرية هي أنكوتك هي الله بمثل ما دعاك لمكة مكة إبراهيم كويدي وأنونا مدينة كويدي ومثله معه لما لا يمكن الله صعوده. قال ثم يدعو أن تدخل إن سان لغدا إسلي ما لها محكي بسود الدقة مدينة هذا لغدا إسلي يسوج كان أقول لما أتين تدخل إلي إسان وبلو ديرو عنر ربي فيفتي الله بان بقول لهم مليكب بحينا إسان لو بقول ما يصدح بقول شام أفر بقول بعض إسان مرة هي قصر وين كان إسان نبي قاكتيس يا هاوش أدوال لفوذي وهذا أدوال عقفت وديدا نويسا باش أدونك الشقاس ولا قصة الجامعة طيب اللي بدل هاد حوية الله تكتب الشرع والقصين هيا يا ها هو يرى دور بقول إيك أنا بوصة قوانا هو شاس بما لا جامعة قاس والله كفتما وازلما صاحبنا ثم يدعو مركو النبي كدعي نبي مرعو نجرين عليه الصلاة والسلام تدكا ميشا فريا إلما أغو يربوسين جرميني اللوك يعني وقد دعيه طيب قال وحور السحابي أبو ريه ثم يدعو وحور جري أصغر وليد له أصغر وليد له الماء أغير أكتو قال له نبي المورة لي لقمها الله أصغر وليد أصغر طفل سبي له نبي أمرك مسلوكي مسلمين تكترسا فيعطيه ذلك الثمر منها سقوسين جري باكورا الليل هذا أنه قصونا قصوا مري ترمي من أبابا يستي منها أصوه الرئي يا نبي الله كيني وكد عيني كد من المها ويربو لي بيا مركه تفاول باكجره المهن ها اوكرو ها اوبسلاده وي ها اوقان غارو سيده ممران ممران اوقان غاري وها كلو كجره وحن عصب هذا لا كين عرته وي جعلي اد بي اوو فرحايان وي كو قلبي دغهايان نحريست النبي كجرته عليه الصلاه والسلام هدي مري النبي كد عيني وي لو ديبو عرته وي مراده هيا ام وي لاعايان مشى شو بركه بلابن اي اسلع لا مركان رحمة وشفقة بالصبيان بنبي سيدا ويلي تفاؤل كوناكسن. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد داراورد بوجهد المدني عن سهيم بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى نبي حلوك ينجري بأول الثمر منها كأهرية لو لئي من جري مركو بسلاده فيقول وحورنج كد عنج اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة إله بركة نوصر أي بركة لجرته ثم يعطيه حسين جرميره اللوك يعني وكد عيب أصغر من يحضره من الولدان عروت اللجو يقتمدك أغير بودي بجري أصغر من أحدك أغير يحضره اللجو من الولدان عروتها والله سبحانه وتعالى أعلم.